أهلي وناسي أبناء شعبي الأعزاء، لقد أرسلت للكنيسة قبل ساعات قراري بقبول قرار لجنة الكنيسة بنزع الحصانة الإجرائية عني بشأن التحقيق الجاري، وذلك وفقاً لطلب المستشار القضائي للحكومة. هذا الطلب الذي أعتبره طلب جائر غير عادل وغير منصف. هذه حصانتكم ردت إليكم. قراري بقبول نزع الحصانة ينبع من قناعتي الكاملة بأنه ليس لدي ما أخفيه، وبأنني على استعداد للإجابة على أي سؤال يوجه لي بالتحقيق. أعود وأؤكد هنا ما قلته سابقا، بأنني لم أرتكب أي مخالفة بشأن ما يسمى أمن الدولة وأمن المواطنين. أهلي وناسي أبناء شعبي، إن نشاطي المتواصل بما يتعلق بالأسرى على مدى عمل البرلماني كله هو النشاط الشخصي الضميري الإنساني والأخلاقي، وهو نشاط لا أندم عليه أبداً.